كانت مزيانه عشان نقول لك. بالنسبه لي في ماستر شاف يعني درت المجهود ديالي بحكم هذاك هو الجهد اللي عندي، وباقي كنقولها يعني باقي كنقول انهم صراحه الناس كانوا كيقولوا لي هذا الموك هذا، ولا كنزيد نقول لهم بصح ظلموني. عشان نقول لك الوقيته اللي كنا درنا اسبوع كنت انا خدام، انا براسي ما حضرتلوش، يعني حضرت لواحد بحال قلتي حضرت الاخر ديالو بحكم اني كنت كنصور ديك الساعه سر المرجان، وكان كيصعب عليا باش انا حضر له. كان دارت واحد الحفله يعني اونتر فامي، ما كانش شي واحد زعما، كانوا ناس جاوا حضروا، مي صراحه كانت عائليه، وان شاء الله مناسبه اخرى علاش لا، مادام فكره شفناها وعجبتنا كوبي كولي دار علاش لا. اش نقول لك انا كيعجبني نبارطاجي شي حاجه اللي هي ديالي، يعني ما متصنعاش، ما فيهاش واحد الجانب اللي الناس كيقلبوا عليه، يعني كنظن بانه ما كيكونش شي حاجه كنوجدها، يعني صراحه الحاجه اللي كنديرها انا بحال ناس اخرين كنديرها كنبارطاجها، غير هي كتكون ديفيرون عليهم. علاش؟ حيت بحال الناس كيلمسوا فيها شويه ديال الاصل، شويه ديال الحقيقه، شويه ديال، وهذاك هو طبيعي وهذاك هو اصلي وكنفتخر به.